قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإعطاء إشارة البدء لماراثون الجري والدراجات الذي أقيم صباح اليوم من أمام ديوان عام محافظة البحر الأحمر. كما قام أشرف صبحي بافتتاح مقر مديرية الشباب والرياضة والذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي نصف مليون جنيه. وقد تفقد وزير الشباب والرياضة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة وتابع الحالة الإنشائية للمركز ومجموعة من أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على المتابعة الدورية لواقع البنية التحتية بالمنشآت الرياضية والشبابية في كافة أنحاء الجمهورية ورصد دوري لعمليات التشغيل بها والاحتياجات المطلوبة من صيانة أو رفع كفاءة للحفاظ عليها. الزيارة كانت يعني بدأت بنهائي مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية، وكان نهائي يعني منظم، وببارك لكل اللي وصلوا النهائيات، وببارك لكل اللي اشترك في دوري مراكز شباب مصر اللي تخطى 17,100 لاعب، يعني بقطاعات اقتصادية ورياضية حاجة كبيرة جدا. كمان كان في ملتقى شبابي وتدشين احد الكيانات الشبابيه الجديده في داخل محافظه البحر الاحمر. كمان كان في اجتماع مع يعني معالي المحافظ، وبنتفق على يعني تطوير الجزء المرتبط بالاستاد وخطط تطويره. اكيد مركز التنميه الرياضيه في الغردقه في البحر الاحمر مهم جدا، في تطوير رياضي كبير ليه. احنا جايين النهارده نتفقده ونشوف اهم الانشطه اللي موجوده فيه. اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة ده شيء مهم جدا، الرياضة من خلال ولادنا والأسر كمان لازم تبقى مهتمة بالرياضة وصحتهم ولياقتهم والمنشآت الرياضية اللي في كل محافظات مصر زي ما حضرتك شايف كده يعني. فشيء مهم ان احنا نتفقدها ونشوف كمان ندرس مشاكل الناس وازاي حلولها. كما قام الدكتور أشرف صبحي بحضور احتفال ختام الأنشطة الرياضية لعام 2020-2021. الأنشطة الرياضية التي تمت بمحافظة البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى تكريم الفائزين من أبناء محافظة البحر الأحمر في أولمبياد المحافظات الحدودية والذي أقيم في ديسمبر الماضي لعام 2020. إيميل أدوارد، البحر الأحمر، طيبة. قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم بطل دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والمشاركين بماراثون الجري والدراجات الذي أقيم بمدينة الغردقة. كما تفقد وزير الشباب والرياضة المركز الدولي للتنمية الرياضية وتابع الحالة الإنشائية للمركز، كذلك مجموعة من أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. كما شهد وزير الشباب والرياضة ختام فعالية النسخة الثالثة من منتدى قارة المستقبل والذي استقبلته المدينة الشبابية بالغردقة. إيميل إدوارد، البحر الأحمر، طيبة.